السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم شوربه سعيد من حي عبد الله بمنطقه عين الشق. هذه الحادثه حضرت ليها شفتها يعني بعيني اليوم بطريقه يعني جدريه، يعني شفت بالضربه مشوفها، يعني شفت يعني الكاميو واقف ديال البوطات والكاميو ديال الزبل خارج من واحد الزنقه، مول الكاميو كاين واقف على اليمين واقف قانوني، ومول الكاميو يعني جا بواحد السرعه مفرطه، يعني ما كاين لا فرن لا والو، كاين السيد يعني ذاك العامل ديال مول البوطات يعني كاين واقف كيشد البوطات كيلصق مول الكاميو ديال المدينه ديال داكشي ديال النظافه، كيلصقوا وكيقلب الكاميو مع السيد، يعني السيد كيبقى لاصق معاه تتقلب الكاميو، عاد السيد طاح مع يعني الكاميو تقلب لهاد الجهه والسيد طاح لهاد الجهه. المهم يعني السيد يعني بحال خطير، يعني كنقول لك راه مثلا يعني السقاط يعني سبتر سقاط ربما غنقول لك في حاله الموت، يعني ما نظنش يعيش، لان حضرت لي هذه الحضره كاينه. باش نعطيكم واحد المساله، ان الحضور ديالي كان مكثف وجات الامن الوطني كان حاضر في الوقت الوجيز، الوقت اللي تضرب السيد كان الامن الوطني ديال منطقه عين الشق حضر، والمنطقه ديال الانفا هي الوليده ديال الضرب ديال الانفا ديال الضرب ديال حضرات. ولكن اللي بغيت نقول لك الوقايه المدنيه، وكان اشير ان المواطنين يعني الوقايه المدنيه ما كتجيش في الوقت ديالها المناسب، يعني ديما كاينه معطله، ولكن اللي جاو دابا الموظفين دابا الحاليين دابا اللي جاو ديال الوقايه المدنيه جات، يعني البومبيه اي حضره جات لومبيلونس راه داتو، وكاينين موظفين ديال الوقايه المدنيه كيجمعوا البوطات وسدوا البوطات. هذا كنقول مشكورين من هذا المنبر، لان يعني الطقم يعني باش يعرفوا الوقايه المدنيه خصهم يعرفوا راسهم انهم راه 2024 راه ما بقاش داكشي ديال تسنى ولا ما كاينش تسنى، لان باش السيد كيموت وما يجيش راه ما كاينش في البلاد، ما عندناش هذه النقطه هذه. كنشير نداء من طنجة للكويره، يعني الوقايه المدنيه خصهم يتكلموا عليها، ان اللي عطى الله عطاه تما السيد ربما عاد رجعوا، وعاد جات البومبيه، عاد جاو الناس المسؤولين دابا ديال الموظفين ديال الوقايه المدنيه كيجمعوا البوطات هنا. انت كتشوف انت شتي الحاله كي دايره، مي انا كنقول لك النداء ديالي، انا ما كنحشمش انسان مغربي شوربه سعيد قح، ما كنخافش من غير الله عز وجل اللي كاين. انا كنقول لك الامن الوطني حاضر ديال الولايه عين الشق حضر، يعني في الوقت ديال اللحظه وقت الحادثه حضروا كاملين، وديال الانفر حضروا، يعني كنقول لك انا باش الامن الوطني راه حاضر 24 ساعه على 24 ساعه. من هذا المنبر مشكورين، من هذا المنبر كنقول الامن الوطني سنه سعيده، بخصوص يعني شوف انا كنحيي هذو الناس لان الدم ديالهم سخون حاضرين في الدقيقه 90. انا كنقول كمغربي ومغربي قح، انا كنقول واحد المساله، الامن الوطني راه كيحضر ولكن الوقايه المدنيه راه ما كتحضرش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والله ينصر سيدنا من هذا المنبر، وكنقول سيدنا جلاله الملك يشوف هاد الحالات هادو اللي كيوقعوا. حنا كنوصلوا، حنا مغاربه من حقنا نوصلوا، كنقول جلاله الملك هادشي خصو يشوفوا ويعرفوا ويعطي لي تعليمات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.